نتواصل معكم مشاهدينا في كل مكان عبر فقرات مساء جديد. والمستقبل بيحتاج لرسمها صحيح، وكل شخص بيفكر انه يرسم مستقبله بالطريقه اللي يمكن تكون بتناسبه، لكن مرات المستقبل بيكون بيناسب المجتمع في اشياء صحيح. او بيناسب المختصين في اشياء فعلا. ويمكن يا طه هذا سؤال بيتبادر لاذهان الجميع، كيف انا اقدر ابني مستقبلي؟ كيف اقدر احدد مسار مستقبلي الصحيح من خلال عدد من التساؤلات قد تدور في اذهان الكثيرين، خاصه الشباب اللي بيكونوا في مقتبل العمر، وقد الاسره تكون لها دور في تحديد مسار، وقد يكون أيضا هذا المسار ما جاي على هواهم أو في الفكرة اللي هم محتاجين يحددوها. لكن هناك عدد من المشاريع الشبابية الجادة اللي يعني سعت جاهدة بأنه تحدد مسار الشباب الصحيح من خلال إنشاء عدد من المشاريع الشبابية وعدد من الرسائل الإيجابية التي ممكن يضخها في فكر الشاب عشان يقدر يحدد مساره بطريقة صحيحة. تفاصيل أوفى سنتعرف عليها من خلال ضيفتنا الموجودة معنا داخل الأستوديو. بنرحب جدا بأستاذة روان الجاك، مدير مشروع أرسم مستقبلك، منورانا وأهلا بك حبابك. يا أهلا بك، النور نوركم. أهلا بك. بداية الناس بتكون تعرف المشروع اللي بيتكلم عن شنو. طوال نقوم نزلك من تفاصيل المشروع ونتعرف على مشروع أرسم مستقبلك. أوكي. دائما بنقول إنه أرسم مستقبلك ببساطة هو هدفه إنه نوري طلاب الشعب السودانية، نديهم الوعي الكافي بأنه هم كيف مفروض يختاروا التخصصات الجامعية بناءً على قدراتهم وبناءً على رغباتهم الحقيقية، بعيداً عن رغبة الأسرة وضغط المجتمع. والله أنا عايز مثلاً أخش طب لأنه اللابكوت حلو، أو أقرأ هندسة لأنه الكاب بتاع المهندسين لطيف. فالفكرة إنه إحنا دارين نوسع الخيارات لك، القراية ما بس طب وهندسة أو المجالات الطبية لكل الناس محصورة فيها، بالعكس في مجالات كثيرة جدا سوق العمل بتاعها ممتاز خالص جوا السودان وبرا السودان، وحتى إحنا حاليا بقول إحنا كنا عايزين نبنيه. فالمجتمع لازم يكمل بعض ولازم التخصصات تتوسع، والشباب اللي بيقروا التخصصات ذات نفسهم عندهم مقدرات عالية جدا، لما تتخطى في تخصص غلط ممكن نقول إحنا فقدنا فرد مهم جدا في المجتمع. فإحنا ببساطة بنحاول إنه نساعدك ونوجهك إنه أنت كيف تقدر تختار تخصصك المناسب لك وقدراتك. جميل. يعني أنت ذكرتي في عدد من الدول يعني قصة كونه الشاب يكون يا مهندس يا طبيب يا كده، يعني المهن دي أساسية ومطلوبة، لكن في مهن بالمقابل أيضا سوق العمل محتاج لها والبلد محتاج لها بشدة. أنتوا بتقدروا تقنعوا الشاب وتحددوا له مساره هو في مقتبل العمر، كيف بتقدروا تقنعوا الأسرة يعني اللي هي محددة أيضا مسارها وهي اللي بتقود الشاب أيضا؟ يمكن من أصعب الحاجات في أرسم سبعة، ده السيزون السابع لو أصلا، لكن من أصعب الحاجات اللي بتواجهنا إنه الأسر. حقيقي إحنا يعني في الأول الفكرة كانت إنه نوعي الطالب ذات نفسه براه، لكن حسينا إنه أنا وعي الطالب وأشتغل عليه، وفي النهاية إحنا كمجتمع سوداني يعني رغبتك وقرارك مربوط بالأسرة نوعا ما، فحبينا إنه نستصحب معنا الأسرة ذات نفسها في أرسم مستقبلك. فزي ما في أرسم مستقبلك للطالب، في ممكن نقول توعية وتنوير لأولياء الأمور والأهل إنه يا أخي القرار بتاع اختيار التخصص ده مفروض في النهاية يكون راجع لابنك ولقدراته ببروسيس معين أنت تكون ممكن نقول مشرف عليه. وفي النهاية إذا اختار طب أو اختار تدريب مهني، في النهاية أنت تكون داعم له. في جانبين من الناس اللي بيختاروا التخصص، في ناس أسرتهم بتقرر لهم أنه هو يقرأ طب أو يقرأ هندسة، وفي نوع تاني أسرته بتقرر أنه هو يدرس شنو على حسب نسبته اللي جابها في في الشهادة السودانية. أنتوا مع النوعين دي اللي بتدعموا كيف؟ طيب هو عموما احنا بنقول انه في النهايه في عوامل بتاثر، اللي هي زي ما انت ذكرتها النسبه بتاعتك في امتحان الشهاده السودانيه، المجتمع ذات نفسه اللي انت عايش فيه، وفي مجتمعات يعني ما هو السودان ده ما الخرطوم بس، في عدد من الولايات او عدد من المجتمعات المختلفه داخل الولايات في كليات معينه ما بحبذوها وما ما حابين اولادهم يدرسوها اصلا. فالفكره عموما انه انا من خلال بروسيس معين انا بجمع الناس دي كلهم مع بعض، بفصل أولياء الأمور من الطلاب من المعلمين من حتى أصحاب القرارات، إحنا بنستصحبهم معانا في المشروع، بحيث إنه في النهاية أي زول عنده مادة تجريبية معدة بالنسبة له بالإضافة لباقي الأقسام في الفعالية ذات نفسها، يمكن إحنا بنحاول من خلالها إنه نقدر نغطي كل الفئات بكافة الأشكال. الآن المشروع ده
إلى أي مدى ممكن يكون خدم نسبة كبيرة من الشباب وأيضا نسبة كبيرة من إغناء الأسر، والآن يباشر عمله بطريقة صحيحة. هل هناك معوقات ولا الأمور ماشية كما يرام؟ أكيد في معوقات، قطع شك أساسا. يمكن دائما بيقول إنه المشاريع الشبابية كل الناقص بيكون دائما الدعم، الدعم من الجهات المختصة أو من المؤسسات الخاصة، حتى دائما بتمثل في الدعم المادي أو اللوجستي. يعني شوية دعم، يعني إحنا عندنا الأفكار، عندنا المواد الجاهزة، وعندنا الكادر الممتاز جدا وفوق الممتاز. كل المحتاجين شوية دعم عشان ممكن نقول نسهل على روحنا الشغل ذات نفسه، ونقدر نخوض كل طاقتنا في الشغل، بدل ما إحنا في جزء من طاقتنا مبحثر ممكن نقول في إنه إحنا كيف نلقى الدعم أصلا عشان نقدر نشتغل شغلنا. طيب احنا عرفنا انه المشروع ده الموسم السابع اليوم. ايوه، يعني السنه السابعه. ايوه، قبل 7 سنة انت كنت من الناس اللي دخلوا في المشروع ده بيختاروا ولا كنت اصلا قائمه على امره؟ ما كنت قاعده. لازم يكون في حاجه خلتني اعمل المشروع ده. ايوه، طيب. هو يعني هو السيزون السابع، لكن السنه التاسعه، يعني في سنتين عملنا عليها سكيب اللي هي سنه الاحتصام والسنه بتاعت كورونا اللي فاتت. لكن ده السيزون السابع. كل سنة بتغيروا الشباب، ودي يمكن واحدة من السياسات أساسا إحنا متبعينها، إنه إحنا ما عايزين نشتغل مع نفس الناس ونفس التيم في كل سنة. إحنا عايزين نستصحب معانا كل مرة عدد جديد من الشباب، عشان يمكن ذاتها جانب من الخدمة المجتمعية بنقدمها، إنه أثناء الشغل ذات نفسه في خبرة أنت بتكتسبها، في علاقات بتتكون، وفي حاجات كثيرة أنت بتستفيد منها. فبنحاول كل مرة نجدد الشباب عشان كل الناس تلقى الاستفادة. أنا شخصيا يمكن دي يعني عندي معرفة بالمشروع، لكن دي أول سنة أنا أشتغل فيه. طب ذكرتي الشباب على كذا نقطة، الشباب على أي أساس ممكن هم يكونوا؟ هل هم دارسين على دراية كافية؟ عندهم قدرة وملكة على الإقناع؟ التفاصيل، الشباب اللي هو بيقنع الشاب أو الطالب اللي هو ممكن يحدد مساره أو تخصصه على أي أساس؟ ما هي المقاييس التي يجب أن تتوفر في الشاب اللي بيقنع الطالب؟ أوكي، هو عموما المشروع يعني فيه كذا قسم وفيه كذا مرحلة. يعني في كل مرحلة بيكون في ممكن زي ما أنت ذكرت خصائص محددة عشان نقدر تكون متطوعة معنا. لكن بالنسبة للصايد بتاع انك انت اللي بتنقل الخبرة بتاعتك للطالب، بتتكلم مع الطالب عن المجال بتاعك ذات نفسه، لازم تكون دارس المجال. يحبس جدا انك تكون انت خلصت ومحضر حتى في المجال. وكمان ما بس بنعتمد على الشباب في الحاجة دي، بنستعين بدكاترة الجامعات وحتى اصحاب الشركات الخاصة الطبية والهندسية، دائما بيقدموا لنا الدعم. فالفكرة إنه أنت كطالب لما تجيني أنا لازم أكون قادر أديك الدراسة الأكاديمية في الجامعة للتخصص المعين اللي أنت عايز تختاره، وفي شنو كورسات أنت ممكن تأخذها تدعم لك قرايتك الأكاديمية، وبعد ما تتخرج سوق العمل عامل كيف داخل السودان وحتى خارج السودان. دي ممكن نقول الفكرة ككل. يعني بتم عرض مجموعة من المجالات اللي ممكن يدرسها الشخص يعني في الجامعة، هو يختار على حسب رغبته يعني. أيوة، يعني إحنا بنعرض لك بلس 100 تخصص جامعي، نبدا من الطب والهندسه لحد التدريب المهني والحرفي والتعليم حتى الديني، اللي هو حاليا يمكن ما معروف شديد في السودان، لكن هو موازي للازهر الشريف مثلا في مصر. اللي هو انت بتطلع من الثانوي بتخش المعاهد الدينيه، بتطلع ممكن نقول عالم ديني او متفقه في الدين. فاحنا بنعرض لك كل المجالات دي علشان في النهايه احنا بس عايزين نوسع لك خياراتك، ما عايزين تكون يعني فكره كله محصور في مجالات معينه او فئات معينه، عشان انت تقدر تختار براحتك وتعرف امكانياتك اصلا موجوده وين. جميل، ده الموسم السابع. أيوة. يعني لو قلنا لك يا روان ادينا نسبه، بنسبه كم هذا المشروع ناجح وعنده مستقبل ممكن يضمن استمراريه هذا المشروع يكون في تطور في المستقبل، في نسبه معينه ولا لسه الناس ما قادره تستوعب فكره انه ممكن تغير لها مسارها؟ لا بالعكس، يعني دائما بقول اذا لقينا الدعم المناسب زي ما قلت لكم المادي والعيني هو 100% 100%. يعني انا واحده من الناس زمان لما كنت ممتحنه شاسه دائما زمان شديد، يعني قريب كبيره. واضح واضح، الله يديك العافيه. فكان في البدايه انا كنت عايزه هندسه زي بس مع طب هندسه طب هندسه، فكان ده اختياري. لكن لاحقا ممكن بعدد من الظروف مرت بها قدرت افهم واعي انه لا، انا دي ما قدراتي قاعده هنا. وفي النهايه حاليا بدرس إدارة أعمال، وتشي حاجة بعيدة تماما عن التخصص كنت دايره، لكن قدرت أعرف إنه أنا قدراتي بتنفع وين، وأنا
مناسبه فيها تحته وفيها تدرسه وشنو الممكن انا حقيقي يفيدني وخليني اكسب زمني واقدر انجز بصوره واضحه. ف يعني اذا انا البصمه واضحه للدرجه دي عندي فانا متاكده انه التاثير 100%. انت عرفت الموضوع ده من خلال المشروع نفسه ولا من اتجاهات اخرى؟ ممكن نقول من الاثنين، يعني كان عندي علم بارسم مستقبلك من خلال الاصحاب والمعارف والمجتمع، يعني عارفه الفكره ومتابعه من بعيد. طيب في حاجه مهمه، انه الشخص اللي جاء الطالب ده تم اقناعه بانه هو او هو يختار انه التخصص المنفع معه شنو، لكن الاسره عندها اختيار لحاجه معينه، هل بيتم اقناع الاسره عن طريق الطالب نفسه؟ في الخيارين، يعني اثناء زي ما قلت لك البروسيس اللي بيحصل انه اول ما يجي الطالب مع ولي الامر في السكشن الاول هو التدريب، التدريب بيكون مقسوم لتدريب الطلاب ذات نفسهم المقبلين على الجامعه، وفي تدريب اولياء الامور. في الحته دي احنا بنقعد مع ولي الامر بالدرجه دي بنقول له عليك الله خلي ولدك اختار تخصصه بيناسبه واللي هو حابب انه يشتغل فيه من غير اي تدخل ممكن نقول يعني حاسم منك، يعني في النهايه يس انت ده ابنك وانت عايز له الافضل، لكن ممكن نقول العاطفه الزياده ممكن حقيقي تاذيه. ففي ماده معده خصيصا لاولياء الامور بنستصحب فيها التدريب، وحتى اخصائيين نفسيين واخصائيين اكاديميين على اساس انه يساعدونا في انه نحاول نقنع الاسر. طيب مده الاقناع بتستغرق كم من الزمن؟ هيك شديد بالذات مع الاسر الموضوع شويه صعب، يعني قد يحتاج حتى مرات احنا الفعاليه مدتها 3 يوم، قد يحتاج نشتغل معهم 3 يوم. 3 يوم انتوا بتكونوا بتقنعوا؟ يس. طيب بيكونوا في الصبايا بيكونوا في الشباب طبعا. أيوة. الاصعب الاقناع كونكم تقنعوا شاب ولا بنت؟ يعني في والله في الجيل الحالي كله مع بعض، يعني زمان الموضوع كان شويه اسهل، الناس بتقدر تمشي معاك بتقدر تتفاهم معاك، لكن حاليا الجيل القايم حس الوعي بتاعه جيل أصلاً راكب كبير شديد، يعني الوعي اصلا كبير شديد، فانت عشان تقدر تقنعه بفكرتك او ب ايجابيات وسلبيات الموضوع ده عموما بتحتاج حقيقي جهد كبير جدا، ودي حاجه ايجابيه بحيث ان انت ممكن اقول بالدرجه راسك ما خف حقيقي في فهم معين في راسك، انا اذا ما اقنعتك ما حتمشي سهل. طيب مشروع زي ده بيحتاج له لدعم كبير جدا، بيحتاج لترويج اعلامي كبير، بيحتاج لوصول لاكبر عدد من الناس المقبلين على دخول الجامعه. منو اللي بيدعمكم في الحاجه دي ومنو يعني اللي بيساندكم ويساعدكم؟ والله حتى الان كل الجهودات هي ممكن نقول من الشباب المتطوعين معنا، في شركائنا في العمل التطوعي عدد من الجهات دائما قاعده تساعدنا وهم شركاء لنا في المشروع، يعني كل واحد زي ما بيقولوا بيقدم اللي بيقدر عليهم، لكن الموضوع حقيقي صعب جدا مكلف جدا، وعشان يطلع بالصوره المناسبه اللي هي حقيقي قادره انها تخلق اثر فحقيقي محتاجين دعم كبير جدا سواء من الجهات الحكوميه او المؤسسات الخاصه. نعم. الان هو مشروع مشروع يعني لا يشكك في انه مشروع ناجح وممكن يفيد الشباب بشكل عام، عندكم موقع ما ينقصكم الان عشان المشروع ده يكون مشروع معتمد ويكون قبله بالنسبه لكل شاب او كل طالب ما قادر يحدد مساره او مشوش من ناحيه ما، كيف انتم بتقدروا او ما ينقصكم الان عشان تكون هذا يكون هذا المشروع مشروع مؤسس واساسي؟ يمكن احنا السنه دي اهم اهدافنا انه المشروع يعني يتم تبنيه من وزاره التربيه والتعليم تحديدا، لانه عبرها ومن خلال الدعم حقها لانها الجهه الخاصه بالشغل ده كله. يمكن احنا فكرتنا انه بعد الفعاليه المشروع يكون معمم في كل مدرسه، يكون شغال طول السنه ما بس فعاليه مدتها 3 يوم او 4 يوم وخلاص تنتهي. الموضوع عشان يكون ثابت في كل مدرسه اكيد محتاجين شغل كثير جدا بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، وان شاء الله بعد الوزاره تجي احنا مقدمين لها دعوه اكيد وتجي وتشوف المشروع وتشوف الجهود العظيمه جدا اللي بذلناها الشباب المتطوعين، تقدر حقيقي تتبنى المشروع ونبدا الشغل طوالي. نعم. طيب على ما يبدو انه المشروع مربوط بنهايه امتحانات الشهاده السودانيه او أيوة. بظهور نتيجه أكيد. الامتحانات لانه هل على اساس بتعتمدوا على انه الطالب يختار تخصصه على حسب نسبته ولا ممكن المشروع يكون بدايته قبل ما النتيجه تطلع؟ هو تحديدا احنا بنفضل انه يكون بعد اعلان نتيجه الشهاده السودانيه عشان حتى التجاوب بتاع الطلاب الممتحنين يكون ممكن نقول اكثر بتركيز عالي جدا، لانه بعد كده خلاص انت ضمنت انك انت نتيجتك هي انت عايز تخش بيها وما عايز تعيد، فاكيد انت حتكون مركز معي 100% لما تجيني في الفعاليه. جميل.
منصة التواصل الاجتماعي بشكل عام أصبحت منصة فاعلة وسريعة الانتشار. أكيد. إلى أي مدى ممكن منصات التواصل الاجتماعي يكون لها دور في أنه أي شاب ممكن يوفر الجهد وتفاصيل الكثيرة بأنه ممكن يصلوا لكم عبر موقع على منصة التواصل الاجتماعي من خلال ممكن تكون في استشارات يعني؟ أكيد. إحنا عندنا صفحتنا على الفيسبوك اسمها Life Makers أو صناع الحياة السودان، فإحنا شغالين على أرض الواقع وبنعكس التجربة طوالي في السوشيال ميديا. التجاوب اللي بنلقاه هو حتى عدد كبير جدا من المتطوعين الشغالين حاليا هم جون عبر السوشيال ميديا، بنفتح استمارات في الصفحة ونحكي عن المشروع والشباب كلهم متطوعين من الحاجة دي. فأنا قاعدة أقول إنه السوشيال ميديا عموما حاليا في حياتنا عندها 70% تأثير من كل حاجة، وبيتم الباقي بالشغل على أرض الواقع. طيب أستاذ روان، ختاما نشوف إنه المشروع هيكون بداية متين وكيفية الوصول لكم برضه عبر الميديا ولا في مقر وكيف؟ المشروع إن شاء الله حيكون 3 يوم، 20 و 21، 22 يوم 23 حيكون يوم ختامي، حيكون في قاعة الصداقة من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 5 مساء. المشروع مفتوح لأي طالب شهادة سودانية، مستصحبين معنا كمان ناس الدراسات العليا وطلاب الجامعات، مستصحبين كل ولي أمر، مستصحبين كل الوزارات والجهات المسؤولة والمختصة وأصحاب القرار، وحباكم عشرة. أكيد تحية، أتمنى لكم التوفيق وكل الشباب القائمين على أمر هذا المشروع، هذا مشروع كبير. ومن منصة مساء جديد أيضا بنقدم الدعوة لوزارة التربية والتعليم لتبني هذا المشروع اللي بقدم خدمات مميزة جدا لكل الطلاب. شكرا لك جدا، إن شاء الله نلتقيك لنحتفي بإنجازات قادمة. شكرا جزيلا. نلتقي بكل السادة المشاهدين بعد الفاصل في فقرة جديدة، خليكم معنا.